كي دا خوتي لاباس عليكم الحمد لله اش كتعاودوا مرحبا. اليوم غادي نمشي للمرجان من الوالده ديالي نتقدى والله يخلي لي الوالده ديالي والوالد وان شاء الله يكون خير وشو مباركة. تنبغيكم كاملين. لا اله الا الله محمد رسول الله ان الاله ولا رجاء عبد الكنازه قدامي الله يرحمهم لا حول. انا غير الوقت باش نمشي معاهم ما كاينش. السلام عليكم. شكون هي مات اخويا؟ ياك ما مات الله ولا ما عندنا ما نديرو هذا الشيء ديال الله. ما عرفت بلاش تشوفو فكرتي نعمل هي اسمحوا لي على السوقان شويه صعيب في هذا الوقت. انا جيت لسان صفا ومرحبا بكم وبلاتي. السلام عليكم الله يرحمك جديد لاباس عليكم الحمد لله. ان شاء الله انا اليوم في المرجان عفوا البلوك ديالي سميتو مرحبا مرحبا. انا في المرجان ديال حي حسن انا في حسني. ان شاء الله مرحبا بكم. انا ان شاء الله غادي ندير واحد الفلوغ ديال في المرجان ان شاء الله مرحبا. جيت مع الوالده ديالي اللي خليها ليا. مرحبا بجميع وندوزو بخير وعلى خير ان شاء الله. نكمل معكم. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم. احنا مازال في مرجان مع الوالده خليت ان شاء الله نكملوا. احنا قاعدين نكملوا ان شاء الله باذن الله. وتنبغيكم كاملين القلب لكم ديديكاس لكم ومرحبا احمد مرحبا. مرجان مرضي حسني راكم عزاز وغاليين وفي قلبنا مع فلوغ مهدي حسين اسماعيل ديديكاس لكم فلوغ اي ار تي ديما تما في القلب وديما هزو ديما ديما تهز الليكات كمامه ديديكاس لكم. كي داير خوت لاباس عليكم الحمد لله. انا في مرجان تنتقدى انا والوالده الله يخليها ليا. مرحبا بالجميع. انا جر دابا داك اللعيبه تيقولوا لها ما تيقولوا الفرنسيه ما نسيت على سميتها. مرحبا بالجميع. انا غادي ندوز انا غادي ندوز الوادم انا غادي ندوز. مرجان اليوم اليوم عامر حنا غادي نتواجدوا لبلاصه المواد الغذائية وديديكاس لكم. حنا في الطابي غولو ديال المرجان. تنتلاقاو ان شاء الله من بعد نمشيو للدار ونكملو. حنا غاديين قدا ولا بغينا شي حاجه ولا ان شاء الله.
في الاول درت لكم الخوت، درت الكوبي رايت، خاصني نديرو ناسي الصوت كان شويه صعيب في كازا باش ندورو هكا. مرحبا بالجميع، باش نطلعو كنشوفو باش نرجعو اللور الا كانت شي حاجة. الله الله انا دابا في الاساس وغادي ندوزو المرجان ان شاء الله باذن الله تعالى، ونرجعو وندير لكم النهايه ديال اليوم، نهايه ديال واه واه الله الله. اسمحوا لي انا مع عزماتيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير. صباح الخير عليكم اخوت، احنا تن واش مباركة مبارك سعيد اخوت. انا خديت جيت خرجت جبت شي حاجه لحساب رمضان، انا جيت للدار. شي نعطيكم واحد النصيحه لي وجه الله، بلاتي بلاتي حاجه سمحوا لي، بحال هادو بحال هادو بلاتي شي بحال هادو بلاتي، انا نوري لكم ما يبانوش لنا هادو، عمركم تلبسوهم وانتم تتصوبوا. عرفتي علاش؟ يقدر يدير لك شي مشكل، يدير لكم شي مشكل في الماسك في السوقان، اما هما اصلا ما تيلقش ال هو ما تيلقش السوقان تيمشي يلقى المشي. ومرحبا واش مرحبا الخوت، حنا الجو عندنا زوين ها هو. سمحوا لي على الديكالاج بحال والو، هاد الفيديو هاد الفيديو ديال رمضان ما بقاش ندير، ما عنديش نديرو هادي المونطي بلا مونتاج بال بجينيريك ولا شي حاجه، غنمونطي بطريقه عاديه نورمال. وانا ان شاء الله غندير مشيت جبت الخبز واش مباركه، مرحبا بكم هاي الخوت يوك يوك. الله الله ها وليت تنهج يا خوت، ها تنهج يا خوت. وسمحوا لي تناخذ بلاصه نقول الوالده تصلح لي واحد العيبه باش ندير فيها الشيء ديالي. ما تجيبش معايا القفه، ما جبتوش معايا في تماره في تماره سماكم فاتو مزيان. وشوفوا الدلفين تاكل هنا نيت، واخا كاين باقي شي حوايج ماشي هما هذوك وصافي. عمارات جداد وياكم تلبسون لي ماسك لي ديال الكورونا، هيا كيتش تي بي ديالي باش نخدم. جيت تنصور معكم سمحوا لي غادي راني وليت هاد الايامات وليت نهش نبقاو في داركم مفاتيحنا ديما، ها اللي قالت ديما
ديما نخرج هادو خاصين كنا انا بغيتكم ان شاء الله بغيت انا هاد الليكات شنو مع الدم هادك ديال الطبخ هشام اجي 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 وانا شدو واحد الصديق ديالنا وانا شدو فيه هو ماشي في اليوتيوب انا معكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمحوا لي لا ما كاينش عندي سميتو ودابا انا راه كنتنعس شويه ضني راسي شويه ان شاء الله ما كاش نكمل معكم الفلوق اليوم حتى الليل وان شاء الله نغدا الصباح نبداو بشي حاجه شي حاجه مزيانه ان شاء الله اسمحوا لي ما كاينش الضوء في هذا الكاميرا قدام ما فيهاش الضوء فاش ليك ليغاج وتنبغيكم بزاف بزاف الخوت و فطوركم سهية طيبه وان شاء الله باذن الله تعالى انتم عارفين القضيه ان شاء الله يكون خير وتنبغيكم بزاف بزاف و يو 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 اي لاف يو I love you too, love you too, love you too. وإن شاء الله نقدر نكمل الفلوق معكم ومرحبا وألف مرحبا ومرحبا بكم وتشكر والسلام عليكم.